أما الإنسان الذي يكون مقدمة قطعية لخلو حق جوف الإنسان أو حق الإنسان خلوه من الطعام بحيث أنه يحرص أنه مع دخول الوقت الشرعي فإنه لا يتناول شيئا، لا يقع في بطنه شيء، فهذا واجب. مقداره ممكن أن يكون دقيقة، ولكن الكلام لأننا لا نعلم أنه الوقت الشرعي بالدقة كيف يبدأ، حتى هذه الجداول التي تكون فيها أرقام مواقيت الصلاة وما أشبه هذه لاعتبارها شرعية، إنما هي أوقات تقريبية بناء على حسابات فلكية معينة. فلذلك يحسن بالإنسان المؤمن أنه يمسك قبل الوقت الشرعي بفترة يحرز فيها ويطمئن فيها إلى أنه لم يتناول شيئا، وأن الوقت الشرعي لم يدخل عليه وهو يتناول الطعام. وهذه الفترة تقريبا مدة 20 دقيقة ربع ساعة كافية في الإنسان.